أمين أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. كلما ذكره الذاكرون، كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. وبعد، اللهم اشرح صدورنا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح قلوبنا للإيمان وزدنا إيمانا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا بالقرآن وأن تجعله لنا أمنا وأمانا ونورا ورحمة. اللهم علمنا منه ما ينفعنا يا أرحم الراحمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا يا أرحم الراحمين، وزدنا له فهما وتدبرا حتى ننتفع به إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. الصورة التي سنشرع فيها اليوم إن شاء الله هي صورة البلد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، إلى آخر هذه الآيات العشرين، لأن الصورة 20 آية. سورة البلد 20 آية، وهي من الصور المكية. هذه صورة كغيرها من الصور المكية، موضوعها هو هذه المواضيع التي تتحدث عن الإيمان وعن العمل الصالح، وترغب في العمل للجنة، وترغب في أن يسلك الإنسان طريق السعادة وأن يجتنب طريق الشقاء. فهذه الصورة تندرج في هذه الصور التي تهتم غالبا بهذه المواضع الأساسية التي هي أصول الدين وقاعدته، لأن الإنسان إذا آمن وحسن إيمانه وصدق إيمانه وخلص إيمانه وآمن بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا وبالقرآن معجزة وكتابًا، فإن هذا الإنسان حينئذ الغالب في حاله أن يكون مع أصحاب الميمنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلكنا مسلكهم وأن يوفقنا للسير على نهجهم وطريقتهم. وهذه الصورة كما تلاحظون أيها الإخوة مبدوءة بهذا القسم، لا أقسم، فهي من كذلك، وإن كان هذا القسم يختلف، لأن الصور الأخرى كما رأينا والشمس والليل والضحى مثلا، هذه الصورة اختلفت وتميزت بأن القسم فيها مسبوق بهذا الحرف لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ولكن هذا الحرف هنا ليس للنفي كما قال المفسرون، ماشي معناه أنه ينفي هذا القسم، ينفيه، لا، بالعكس هو يؤكده ويثبته. فهذا الحرف هنا لا يعتبرونه حرف نفي، وإنما هو للتوكيد كما يقول، وهذا مستعمل في اللغة العربية، كأن يقول أحدهم لا والله، لا والله، لا أفعلن كذا وكذا. فحينما يستعملون هذا الحرف هم يقصدون بالعكس، مش يقصدون النفي، وإنما يقصدون توكيد النفي، لا أقسم بهذا البلد. أو إذا بغينا نقربوا هذا المعنى كما قربوا شوية المعنى باش نفهموه أكثر، بحال اللي كيوقع حنا عندنا بعض المرات، حنا بعض المرات الإنسان يبغي يحلف على شي حاجة، وديك الحاجة كتكون باينة واضحة، وباش الإنسان يأكد هذيك القضية اللي بغي يحلف عليها يأكدها ويبين باللي هذيك القضية راها باينة واضحة، كيقول له وما يشقاش نحلف لك، حال هذا الشكل يقول له وما ما يشقاش نحلف لك. فلما كتكون تكلم مع شي واحد وتقول له هو ما يشقاش نحلف لك، معنى ان هذيك القضيه هي امر مفروغ منه، يعني قضيه مسلمه لا تحتاج الى قسم.
لأن الأمور الواضحة، الأمور الواضحة البينة التي يتفق الناس العقلاء أو العقلاء يتفقون عليها على أمرها، في ذلك القضية واضحة ويتفق العقلاء عليها، فلا تحتاج إلى قسم، فلا تحتاج إلى قسم. فهل يقسم الإنسان على الشمس وهي ساطعة؟ لا تحتاج إلى القسم. فكأن المعنى هو هذا تقريبا، يعني هذا من باب التقريب. فالمهم أنه في القسم الحليف، لأنه الحليف خصو لا بد من أداة ديال القسم، بحال مثلا الواو، بحال والله تالله إلى آخره. هنا القسم جاء بهذا الأسلوب، لا أقسم بهذا البلد. ولكن قبل ذلك نريد أن يعني نحدد المواضيع ديال هذه الصورة، ديال صورة البلد. فشنو هي المواضيع اللي كتكلم عليها هذه الصورة؟ هناك أولا حديث في هذه الصورة عن سعادة الإنسان وشقائه، عن سعادة الإنسان وشقائه واغتراره بماله وقوته، وهذا سنراه بالتفصيل، لكن هذه غير كعناوين أو محاور ديال هذه الصورة. فالصورة تتحدث عن سعادة الإنسان وعن شقاء الإنسان، وتتحدث عن اغترار الإنسان بقوته واغتراره بماله، كما في قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، هذا اغترار بالقوة البدنية. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، هذا اغترار بالمال والنفقة والإنفاق. هذا المحور الأول أو النقطة أو المسألة الأولى. ثم هذه الصورة فيها تذكير بنعم الله على الإنسان، ببعض نعم الله، لأن نعم الله مذكورة في القرآن في صور كثيرة ومتفرقة، ذكرت هنا وهنا وهنا إلى آخره. وهنا ذكرت بعض هذه النعم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فهذه بعض النعم الإلهية على هذا الإنسان. هذه النقطة الثانية في الصورة. النقطة الثالثة في الصورة أنها تقرر مبدأ الاختيار، أن الإنسان المكلف الله سبحانه وتعالى ترك له حرية الاختيار، بين له النجدين أو السبيلين، ولكن ترك له الاختيار، ترك الاختيار للإنسان نفسه، فلا اقتحم العقبة. فحينئذ هذا الإنسان يترك لشأنه وإرادته، فيختار إما هذا النجد وإما هذا النجد. فإن اختار هذا النجد نجد الخير كان من أهل الميمنة، وإن اختار نجد الشر كان من أهل المشآمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآمة، عليهم نار موصدة. إذن فهنا يتضح لنا هذا المبدأ أو قاعدة الاختيار، أن الإنسان المكلف في الإسلام له اختيار، فالله بيّن له المنهجين، منهج أهل الخير ها هو، وبيّن له منهج أهل الشر، هذا يؤدي إلى السعادة وإلى أن يكون صاحبه مع أصحاب الميمنة، وهذا يؤدي إلى الشقاوة ويكون صاحبه مع أهل أصحاب المشآمة، فيختار هو أحد هذين النجدين. فهذه ثلاث نقط أو ثلاث محاور تتمحور حولها هذه الصورة، صورة البلد. وقبلها طبعا في الترتيب ديال المصحف صورة الفجر، وفي سورة الفجر كما نقرأها ختمت بحديث القرآن عن النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بعد سنتحدث في سورة الفجر عن النفس المطمئنة، ومتى تخاطب هذا الخطاب، متى يوجه إليها هذا الخطاب، متى تنادى هذه النفس، واش في الحياة ولا في الموت ولا في الآخرة إلى آخره، سنراه فيما بعد. فختمت سورة الفجر
بحديث القرآن عن النفس المطمئنة، وبعدها في صورة البلد هذه التي نتحدث عنها، صورة البلد بيّنت لنا أن اطمئنان النفس الإنسانية لا يكون إلا بالسير في طريق أصحاب الميمنة. فإذا أراد الإنسان أن يحصل نفسا مطمئنة راضية أو تلقى ربها راضية مرضية، فعليه أن يسلك هذا المسلك الذي رسمته صورة البلد، بأن يقتحم العقبة، بأن يروض نفسه على طاعة الله، أن يكون من أهل الخير، أن يقدم على أعمال البر كفك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيم ذا مقربة أو مسكين ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فإذا فعل ذلك كان حصلت له نفس مطمئنة. فنرجع الآن إلى بداية الصورة بعد البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم. فهذا توكيد كما قلنا للقسم، لا أقسم بهذا البلد، بمعنى أقسم، المعنى ديال لا أقسم بمعنى أقسم توكيد. ذكروا أن هناك قراءة، هناك من يقرأ قراءة أخرى غير هذه التي نقرأها نحن لا أقسم، هناك من يقرأ لا أقسم بهذا البلد، وهذه القراءة تعطينا المعنى الذي ذكروه وهو توكيد للقسم، لا أقسم بهذا البلد. هذا غادي يكون هذه القراءة تعيننا على الفهم، لأن القراءات القرآنية ينتفع بها في فهم القرآن. العلماء ديال القرآن المفسرون اللي كيفسروا القرآن كيكون عندهم علم القراءات، وما كيكونوش يعرفوا غير قراءة واحدة، كيكونوا يعرفوا القراءات الأخرى، لأنهم ينتفعون بالقراءات الأخرى في فهم معاني القرآن، فيزيدون فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. لأن فهم القرآن ماشي غير قضية الإنسان يفهم المفردات والشرح ديالها إلى آخره، إلا عنده شروط أخرى، علوم كثيرة لا بد أن يحصلها المفسرون، ونحن ننتفع بهؤلاء المفسرين الذين تركوا لنا خزانة زاخرة بالتفاسير التي تعد بالمئات ماشي بالعشرات، مئات التفاسير، والحمد لله رب العالمين. فالعلماء منذ القديم وهم يهتمون بتفسير القرآن إلى الآن إلى زماننا هذا. فهناك إذن من قرأ لا أقسم بدون ألف، ما فيهاش لا غير لام والهمزة، همزة القطع، لا أقسم بهذا البلد. ما هو هذا البلد الذي تتحدث عنه، الذي سميت هذه الصورة باسمه؟ هو مكة المكرمة، هذا البلد هو مكة المكرمة. وقد سبق أن رأينا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا البلد في صورة التين، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الله يعطيك الصحة وهذا البلد الأمين. فقد أقسم الله تعالى بمكة المكرمة، وهي بلد حرام معظمة ومشرفة، والأماكن كما قالوا تشرف بأهلها، الأماكن تشرف بأهلها بمن فيها، فكلما كان المكان فيه أهل الخير وأهل الشرف كان المكان يعني له مكانة وكان ذا شرف، إذا كان أهله أهل خير وأهل شرف. ومكة عاش فيها أنبياء ومرسلون، عاش فيها كإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وفيها ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها نشأ وفيها بدأ دعوته إلى الله سبحانه. فمكة إذن مكان عظيم معظم، ويستحق أن يقسم به ربنا عز وجل، لأن الله تعالى يقسم بمخلوقاته بالأماكن والأجرام والكواكب وغيرها. وهنا أقسم بمكة، ومكة كما نعلم جعلها الله بلدا آمنا، بلدا آمنا، وحرمها جعل لها حرما آمنا، ومن دخله كان آمنا،
ومكة المكرمة جعلها مكانا للحج وفيها تؤدى مناسكه، وهي فيها أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وفيها مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك من الأمور التي أكسبت هذه البلدة مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فاستحقت أن يقسم بها. ثم إن مكة كما قالوا هي بإزاء البيت المعمور، البيت المعمور الذي في السماوات، الذي وصله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. قالوا هذا البيت المعمور الذي يدخله كل يوم الآلاف من الملائكة ويخرجون ويترددون، قالوا هذا البيت المعمور هو موجود بإزاء مكة، بإزاء البيت الحرام، يعني في اتجاهه في نفس الخط. وقد أكد بعض العلماء المختصين أن مكة تقع في وسط الكرة الأرضية، الأرض هي ليست كروية بالضبط، وإنما هي بيضاوية الشكل، يقال كروية، طبعا هذا تعبير صحيح وتواطأ عليه العلماء وغير العلماء، ولكن شكلها بالتدقيق هو ليس كرويا تماما، ولكنها بيضاوية الشكل. قالوا إن مركز الكرة الأرضية ووسطها هو في مكة المكرمة، وقد أثبتوا ذلك بالمقاييس والحساب. فهذه البلدة الطيبة إذن تستحق هذا القسم، أن يقسم أن وربنا عز وجل كما سبق أن قلنا يقسم بما شاء، هذا أمر الله وهذا اختيار الله، نحن الذين نقيد بالقسم، نحن اللي عندنا قيود في القسم، عندنا شروط، وكاين مسائل فقهية في القسم، بماذا نقسم وبماذا لا نقسم، واسمه هي المسائل اللي ما نحلفوش بها واسمه إلى آخره، هذا موضوع آخر. وأما ربنا عز وجل فهو يقسم بما شاء، لأن هذه الأمور التي أشياء التي يقسم بها هي مخلوقاته، وما دامت مخلوقاته فهو يقسم بها لينبهنا إلى عظمتها، عظمته هو من خلال عظمتها هي. لا أقسم بهذا البلد. هنا كاين حديث ديال متفق عليه، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، نهار اللي خلق الله السماوات والأرض حرمه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يقتل حيوانه ولا يصاد، وكذلك لا تؤخذ لقطته، حاجة اللي يلقاها الإنسان ثم يخليها في مضحى، اللقطة ما الحوايج اللي ضايعين، ولا تلتقط لقطته، وإنما أحله الله لي ساعة من نهار، يوم فتح مكة، يقصد به يوم فتح مكة، الله تعالى أحلها له ساعة من نهار يوم فتح مكة، ثم عادت لها حرمتها اليوم كما كانت بالأمس، اللهم اشهد فإني قد بلغت. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد حرمة هذا البلد الأمين الذي هو مكة، الذي أقسم به الله سبحانه وتعالى. لا أقسم بهذا البلد وأنت يا، يعني الخطاب لمن؟ لمن؟ للرسول، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت حلال مقيم بهذا البلد، لأن هذه الصورة راها نزلت لما كان الرسول مازال موجود في مكة، كان عاد ما هجرش، لأن قلنا هي مكية. فالله تعالى كيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة ويقول له:
لا أنا يقول له أقسم بهذا البلد لحرمته ومكانته وشرفه، أقسم بهذا البلد وأنت حلال مقيم بهذا البلد الذي أقسم به، وأقسم كذلك بكل والد وما ولد منذ آدم عليه السلام، بكل والد وما ولد، بمعنى أن الله أقسم بهذه المعجزة الربانية وهي معجزة الخلق والتناسل التي تتم كل يوم بالآلاف، في كل دقيقة راه كيتزاد الأعداد الكبيرة من الناس، ماشي من البشر، المخلوقات الأخرى، الحيوانات، من الطيور إلى غير ذلك. فهذه الظاهرة العظيمة التي تدل على عظمة الله وهي ظاهرة التناسل أو معجزة التناسل أقسم بها ربنا عز وجل، أقسم بمكة وأقسم بكل والد وما ولد. وكان بعض المفسرين قالوا المقصود بوالد وما ولد إبراهيم وابنه إسماعيل، وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد هو التعب والمشقة، كل تعب ومشقة ونصب وكل ما يقع للإنسان في الدنيا وما قد يقع له في الآخرة من الشدائد كل هذا يسمى كبدا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وتعب إلى آخره. يعني هذا راه كما نقولوا احنا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم راه في مكة، وحنا كنعرفوا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان في كبد، كان في كبد في مكة. هل كان في راحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة، واش كان في راحة ولا في تعب؟ كان في تعب مع من؟ مع قريش، مع المشركين، كل نهار عنده معهم مشقة وتعب ومشاكل. فكأن الله سبحانه وتعالى يؤانس محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له إذا كنت تعيش في مكة مع المشركين في كبد، في تعافي مشقة، في شدائد، في صعوبات، في محن، فاعلم يا محمد أن الإنسان، أي كل إنسان، جنس الإنسان منذ أن كان الإنسان، أن الإنسان قد خلق في كبد، ما كانش الإنسان الذي خلق في راحة. وهذا الكبد والمشقة والتعب اللي كيعيش فيه الإنسان، واش هو في الدنيا واش هو في الآخرة أو فيهما معا، فالآية قد أطلقت هذا المعنى في كبد وتركتها تحتمل عدة معاني. ولكن المهم أن هذا الكلام موجه لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يؤنسه بهذا الكلام ويقول له تذكر بأن الإنسان أي إنسان قد خلق في كبد وتعب ومشق، وأنت واحد من هؤلاء الناس تعيش في مكة في كبد مع المشركين في مشقة، وأنت ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو اللي كيسميوه في العربية في النحو المقسم عليه، لأن في القسام خصنا لابد الأركان ديال القسام، خصنا المقسم، ما هو المقسم عليه؟ هو هذا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذوك الكلام اللي سبق، قسم، قسم بكذا وكذا وكذا، والمقسم عليه هو هذه العبارة، هو هذه الآية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة. وهذه كلمة الكبد قال أهل العربية، قال لك هذه كلمة الكبد راه جاية منين؟ جاية من أكبد، أكبد الكبد بمعنى مرض واشتد به الآلم والوجع، وغلظ الكبد، إذا غلظ الكبد واشتد به الألم والوجع قالوا كبد، من تما جات، ومن تما
نقلوا هذا المعنى نقلوه واستعملوه في معاني أخرى. فكل شيء فيه تعب ومشقة وألم ومعاناة ومكابدة يسمونه كبد. فنحن نكابد الدنيا، الإنسان يكابد الدنيا، معنى يكابدها كأنه يجاهدها. وحينما نكابد الدنيا نتعب ولا لا نتعب؟ نتعب، فنحن في كبد، كل إنسان في كبد. راه من نهار اللي ماشي من نهار اللي تولد، قال لك راه من نهار اللي كل إنسان في رحم أمه وهو في كبد، كاع قبل ما يخرج للدنيا راه في كبد. ملي يكون في رحم أمه راه يكابد، يعاني في رحم أمه يعاني. فإذا خرج كابد وهو رضيع يكابد، وهو طفل يكابد، وهو شاب يكابد، وهكذا وهكذا وهكذا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يعني هذا الإنسان هو هنا يذكرون أسبابا للنزول كي يذكروا أسبابا، ولكن المعنى على كل حال ليس خاصا بهؤلاء الذين نزلت فيهم، المعنى للناس، المعنى ديال القرآن للجميع، ماشي معنى غير هذوك اللي نزلت فيهم. هذا يحسب أن نقدر عليه أحد؟ قالوا إن واحدا من المشركين يسمى أبو الأشد الجمحي، أو الأشد بن كلد الجمحي، كان رجلا قوي الجسم، عنده قوة بدنية، وكان يفتخر بقوته البدنية، يفتخر. كثير من الناس ضعفاء العقول تعجبهم نفوسهم ويعتزون بقوتهم البدنية وما هي من ذاتهم، وإنما القوة عطاء من الله سبحانه وتعالى. هو يتصاب شي مرض يمشي له كل شيء، يصبح قاعدا أو قاعدا أو طريحا في فراشه. فهذه القوة وهذه الأعراض الزائلة ليست من عند الإنسان، وإنما هي عطاء من الرحمن، نعم. العاقل يحمد الله عليها ويوظفها في طاعة الله، والأحمق يعتز بها ويفاخر ويوظفها في سخط الله، كهذا الرجل كان يفاخر بقوته، هذا من الأشد أو الأشدين، بعض الروايات قالوا الأشدين، بن كلدة الجمحي. قالوا يعني كان يبغي به القوة دياله بدنية، كانوا يأتونه بأديم عكاضي يعني مشهور بالقوة. الأديم هو الجلد، شي جلد قوي، ويفرشونه فيقف هو على هذا الأديم، ذاك الجلد يوقف عليه، ويجيو 10 ديال الناس ويبقاو يجبدوا ذاك الجلد، يقول لهم يعني باش يبين لهم القوة ديالهم، يقول لهم هل تستطيعون أن تجذبوني أو تنزعوا هذا الأديم من تحت قدمي؟ هذه أفعال الصغار الأطفال، ماشي أفعال العقلاء. ويجيو 10 ديال الناس ويبقاو يجبدوا في ذاك الجلد، هو زاطم عليه برجليه، يبقاو يجبدوا في ذاك الأديم حتى يتمزق الجلد، يتمزق، ولكن المكان الذي يقف هو فيه لا يتزعزع ولا يتمزق، يبقى هو شد في ذاك. فهذا يدل على قوته. هذا يفتخر بقوته، وافتخاره هنا بالقوة هو اغترار، غرور لا معنى له ولا فائدة منه. أشار إليه القرآن لينبه الناس إلى أن هذا القوة البدنية هي عطاء من عند الله سبحانه وتعالى، ولا تنفع صاحبها إذا لم يستخدمها في طاعة الله. فلذلك قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب، يقول أهلكت مالا لبدا. هذا رجل آخر،
هذا يسمى الحارث بن عامر. قالوا هذا الرجل كان قد أذنب يوما دار شي معصية، دار شي مشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم استفتاه، فأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالكفارة، لكي تكفر عن ذنبك خرج كفارة إطعام أو عتق إلى آخره. فقال هذا الرجل لقد أنفقت مالي كله في الكفارات وفي الإنفاق منذ دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، من النهار اللي دخلت في الإسلام وأنا أنفق المال، أنا أنفق المال، هذه كفارة هذه صدقة، حتى أنفقت مالي كله في الكفارات والإنفاق. فهذا كأنه ندم، كأنه ندم على ما أنفق من المال، ولذلك قال الله أشار إليه الله القرآن الكريم يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت مالا كثيرا منذ دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهل ربما إما قالها استطالة وتكثرا، ايوا شحال حنا بحال هذا الانسان الا كان ينفق مثلا في سبيل الله ما خصوش يمن يمن، قل لا تمنوا علي اسلامكم، الا كان ينفق في الزكوات ينفق كذا ما خصوش يجي واحد النهار يقول واه بزاف علينا هذا الشيء، هذه راها عباده، هذه ماشي ضريبه، عباده الزكاه ينفق في سبيل الله. فهذا الرجل كانه ندم على ما انفق في سبيل الله من نفقات ومن الكفارات، فلذلك أشار إليه القرآن الكريم حين قال يقول أهلكت مالا لبدا، يعني أهلكت مالا كثيرا أنفقته منذ دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون كلامه هذا كفرا إذا ندم على هذه التكاليف ولم يقبلها ورفضها واعتبرها طريقا أو سببا إلى الفقر، أن هذا الشيء غادي يؤدي للفقر كذا، فيكون هذا كفرا بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا سبب، ذكرنا سببين في نزول الآيتين المتتابعتين. إذن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، اغترار بالقوة البدنية، بحال اللي كان كيقول الوليد بن مغيرة اللي قالوا له راه جهنم فيها زبانية غلاظ شداد وكذا عليها 19، جاء هذا الوليد بن مغيرة قال لهم هذو 19 شحال كاع هذو 19؟ إيوا أنا غادي نهنيكم من واحد كذا وأنتم تكلفوا بالآخرين، لأنه كان يفتخر هو حتى هو بقوته، أنا غادي نهنيكم من كذا أربعة ولا خمسة من هذا شي عدد ذكره كذا، أنا غادي نتكلف بهذوك، إلا كان جهنم فيها غير 19 القضية سهلة. فكأنه يتصور أن 19 ملكا أو من الزبانية كأنه يتصورهم من الإنسان، يعني هذا راه عنده خلط في المخ ديالو، ماشي هو هذاك، ما فهمش المسائل ديال الآخرة تماما. فكأنه يتصور أن الزبانية هم كغيرهم من هم كالناس الذين يعرفهم فلان وفلان، هو غادي يتكلف بواحد المجموعة وانتم ما تكلفوا بدوك اللي باقين. فهذا فهم سقيم ينطلق أصحابه طبعا من عدم إيمانهم، هم لا يؤمنون بشيء من هذا الذي نؤمن به نحن من أحوال الآخرة التي نؤمن بها نحن من خلال القرآن الكريم ومن خلال ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. زيد أيحسب أن لا. نعم، ثم تجي النعم، ثم النقطة الأخرى الثانية، هذه النقطة الأولى هنا كملت النقطة الأولى اللي تكلمناها، المحور الأول. المحور الثاني فيه تذكير ببعض نعم الله على الإنسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طريقين، نعم.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ العينان المبصرتان جارحة من الجوارح التي وظيفتها الإبصار، هذه العين. وكنا تكلمنا على هذا الموضوع سابقا في حصة سابقة من خلال ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن، وكنت قد ذكرته للإخوان وقلت فيه فوائد مهمة في هذا الباب، الشفتين واللسان الآخر. ألم نجعل له عينين ولسانا، هذه جارحة، وهذه جارحة اللسان يطلق على الجارحة ويطلق على اللغة أحيانا في القرآن الكريم، كلمة اللسان قد ترد بمعنى اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم التي يفهمونها، كل رسول يتحدث المرسل إليهم بلغتهم، لأنه إذا لم يتحدث إليهم بلغتهم فلا فائدة من، لا يتم الإبلاغ والتبليغ، والرسول مكلف بالتبليغ، فكيف يبلغهم وهو لا يفهم لغتهم؟ فلا بد أن يحدثهم بلسانهم. وكذلك العالم والواعظ والمبلغ ينبغي أن يتحدث للناس بلسانهم، يراعي الأحوال ديالهم باش يفهموه بلسان قومه بلغتهم وبأسلوبهم وهكذا. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، فاختلاف اللغات واللهجات هذا من الآيات، والألوان إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. وسبقنا ذكرنا هذا، قلنا تعدد المخلوقات وتنوعها دليل على عظمة الله عز وجل. الله تعالى ما خلقش واحد الإنسان نموذج واحد في لغته وفي لونه، غير واحد نموذج واحد متشابه في الطول في القامة، متشابه في اللون، متشابه في الكلام في اللغة، لا لا، الله سبحانه وتعالى خلق ونوع وعدد. وهذا التعدد ديال المخلوقات دليل على عظمة الله سبحانه، على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يذكرنا بهذه الأمور، ومن آياته كذا، ومن خلق السماوات والأرض، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته كذا، ومن هذه كلها، هذه أمور تساعدنا على أن نمارس عبادة التفكر اللي كنا شرحناها سبق، تفكر في خلق الله، هذه عبادة، تفكر في خلق الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، شفتين، الشفتين تغلقان فلا يتكلم اللسان فيسكت، إذا أبغى الإنسان يسكت سهل، الإنسان إذا أبغى يسكت ماشي صعب، ما غاديش تطلب منك شي مجهود ولا تخلص شي فلوس ولا كذا، إذا أبغى تسكت غير شنايفك صافي، أنت تهنيت. ما ندمت على سكوتي مرة، قال أحد الحكماء الشعراء الحكماء، ما ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. عمر شي واحد ما يندم على السكوت، قليل فين يندم على يقول كان غير تكلمت، إلا كانت شي حاجة مفيدة الإنسان. ولذلك نعم، هو صحيح أن الكلام في بعض المرات كيكون واجب، كاين بعض المواقف يجب فيها الكلام، بعض المواقف يستحب فيها الكلام، ولكن أغلب المواقف اليومية في التعامل إلى آخره يستحب فيها السكوت. الإنسان إذا سكت ما يندمش، غالبا ما يندمش، ولكن يندم، شكون اللي كيندم؟ هو اللي يتكلم. شحال من حاجة احنا قلناها وندمنا عليها، قلنا كون حسبنا كاع ما نقولوهاش، لأننا ارتكبنا فيها إثم ولا تعدينا على شي حد باللسان ولا ظلمنا شي حد ولا اغتابنا هذا ولا إلى آخره. ما ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فإذا هذه نعم، نعم ذكرها، ذكرتها هذه الصورة، هل مجعل له عينين ولسانا
وشفتين وهديناه النجدين. النجد هو المكان العالي، ولكن ماشي عالي كاع، وسط، ما يوصلش، لأنه إلا هذا غادي يولي جبل، فالنجد هو أقل من الجبل. النجود معروفة، فوق السهل وتحت الجبل، وعندنا في المنطقة الشرقية ما يسمى بالنجود العليا، ماشي هي جبال ولكنها أعلى من السهول فتسمى نجودا. فالنجد هو المرتفع، وإذا كان المكان مرتفعا فيصعب صعوده، ماشي بحال السهل. السهل راه الاسم ديالو كيدل عليه، كيكون المشية فيه سهلة. النجد كيطلب مجهود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما نجدان وهديناه النجدين وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نجدان سبيلان، هنا سماهم نجدان باش يعطينا واحد المعنى آخر سنراه في قوله تعالى: فلا اقتحم عقبة. لأن النجد كيطلب مجهود. لاحظوا العلاقة بين المعنى، علاش أنا سماهم نجدة؟ لأن النجدة إذا أردت أن تطلع النجد خصك مجهود بدني، والنفس إذا أردت التغلب على النفس يحتاج إلى مجهود تغلب على لصعود النجد أو الجبل، هذا خصو مجهود بدني. ولكن بالنسبة للنفس هذاك خصك مجهود معنوي وإيماني وإرادي، عندك إرادة قوية وعندك إيمان قوي إلى آخره، إذا أردت أن تتغلب على النفس. فلا اقتحم العقبة، النفس هنا العقبة هي كأن النفس عقبة وأنت تريد أن تتغلب عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما نجدان، نجد الخير ونجد الشر، فما لك أيها الإنسان تسلك نجدة أو تفضل نجدة الشر وتترك نجدة الخير، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إنما هما نجدان، ما كاينش كثر، كاين طريقان، نجد الخير ونجد الشر. فلماذا تترك نجد الخير وتسلك نجد الشر؟ إذن فهذا التعبير القرآني ديال النجد، باش لأن جات من بعدها فلا اقتحم العقبة وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما، هذه راه عقبة كبيرة، هذه عقبة النفس والهوى والشيطان والوساوس وكثير من الأمور التي قد تعيقك عن فعل الخير، كلها كالنجد. ولا بد أن تكون عندك، تكون لك عزيمة قوية حتى تقتحم العقبة. شوف كلمة الاقتحام، اقتحم الشيء بمعنى رمى نفسه فيه بقوة، يعني الإنسان إذا بغى يدخل في طريق الخير خصو يكون عنده عزيمة قوية، عزيمة قوية، بحال ذاك الإنسان الذي يقتحم الشيء ويرمي نفسه فيه بقوة، معناه خصك قوة إيمانية تمكنك من اقتحام العقبة والإقبال على أعمال البر، لأن هذه العقبة هي التي إذا اجتزت هذه العقبة حينئذ ستتمكن من الإقبال على أعمال البر، كفك رقبتين أو إطعام يوم في دي صغابة إلى آخر، يعني هذه غير نماذج ديال أعمال البر. فالآية إذن هذه الصورة تبين لنا أن الإقدام على أعمال البر ليس سهلا، فهو يحتاج إلى مجهود نفسي وإيماني وإلى إرادة قوية شبيهة بذلك الجهد البدني الذي يبذله الإنسان الذي يريد أن يصعد نجدا من النجود، فلا يصعده بسهولة ولكن يحتاج إلى قوة بدنية تمكنه من هذا الصعود. فكذلك الشأن في اقتحام عقبة النفس، لأن النفس كما هو معروف أمارة بالسوء،
كاع الاعمال ديال الخير كتعجز الانسان عليها، ما ديرش هذه ما الاخيري بحال هذا اللي تكلمنا عليه، لقد انفقت مالي كله في اهلكت مالا لبدا منذ دخلت دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقى لي كل شيء، مشى في كفارات ومشى في الاخر الى اخره. فهذه كلها من المعيقات التي قد تعيق الانسان عن اعماله، فلا بد من اقتحام العقبه، وهذا ليس امرا هينا وليس امرا سهلا. فهذا اذا هذا التمثيل ديال النجود او النجدين راه عنده المعنى ديالو. اذا هذه بقي لنا النقطة الأخيرة هي التي سنتحدث عنها في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نرجع الآن إلى بعض الفوائد من هذا. عندنا في القضية ديال النعم التي ذكرنا أو ذكرتنا بها هذه الصورة، ذكرتنا بنعم أو ثلاث نعم، المجعل له عينين ولسانا وشفتين. الإمام القرطبي، وهذا من أشهر المفسرين للقرآن الكريم وهو عالم أندلسي رحمه الله تعالى، ذكر في تفسير هذه الآية حديثا قدسيا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فيه ربنا عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم. سأذكر هذا الحديث بمعناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إذا عزم بصرك على النظر فيما حرمت عليك فقد أعنتك على تركه، فقد أعنتك على تركه فأطبق بطبقين فأطبق. إذا أحسست أن عينيك أو أن بصرك يريد أن ينظر إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، إذا مالت عينك إلى النظر إلى امرأة في الطريق مثلا، أو إلى شيء من امرأة أو كذا، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفجور والسفور وإلى غير ذلك، فإذا أحسست أن بصرك أو أن عينيك تميلان إلى النظر إلى شيء حرمه الله عليك فقد أعنتك على ترك ذلك. كيف أعانك الله على ترك ذلك؟ أعنتك على ذلك بطبقين فأطبق، يعني راني درت لك باش تبلع عينيك، ماشي شوف هذه حكمة الله، يعني ما درت لكش عينيك غير محلولين، لو كانوا عينينا ما عندهمش الاجفان ما يتبلعوش، ايوا غادي تقول ايوا ما عندي كي ندير. ها شوف هذا الحديث، هذا راه حديث يعني لو كانوا العينين ما عندهمش باش يتبلعوا، غادي ذاك الوقت يكون عندنا عذر. حتى ملي نقراوا الايه مثلا وقل للمؤمنين يغضوا من، غادي نقول ايوا كي غادي ندير نغضوا، ولكن الله تعالى راه يقول لك راني درت لك زوج ديال طبقين. ها الله اكبر. اذا هذه العينين الله سبحانه وتعالى دار لهم الحل، راه عندك بيدك، واغلاق العينين أمر يرجع إليك أيها الإنسان. علاش قبيله قلنا الاختيار؟ هاد العينين راه أنت اللي كتحكم فيهم وعندك باش ساهل. فأطبق يعني أغلق عينيك، شتي حاجة ما عجبتكش مخالفة للشرع سد عينيك، أو حول بصرك ونظرك إلى جهة أخرى فأطبق، عندك الأجفان، جمع الأجفان أنت صافي. كذلك في اللسان، وإذا نزغ بك لسانك ليتحدث بشيء حرمه الله عليك فقد أعانك الله على لسانك أيضا، باش أعانك كذلك بطبقين فأطبق وانتهى الأمر. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا في هذا الحديث القدسي: الأمر إليك أيها الإنسان، هذه نعام أعطاها لك الله سبحانه وتعالى باش توظفها
في الحلال ما توظفهاش في الحرام، وراه عندك باش تحكم فيهم هاد الجوارح، انت اللي تتحكم فيهم ايها الانسان، انت اللي تتحكم فيهم، ماشي راهم يتكلموا راسهم ولا يشوفوا راسهم الى اخره. فالامر اليك ايها الانسان لانك مكلف، فالامر موكول اليك، فوق ما نتحكموش في هاد الجوارح، فوق ما نتحكموش فيهم هاد الجوارح ديالنا، ما نتحكموش فيهم في يوم القيامه يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا ذاك الوقت ما تحكمش لا في اللسان ولا اخره. اللسان ديالك يشهد ضدك، لان ما كيبقاش لمن الملك اليوم يوم القيامه لله، حتى نفسك ما تبقاش انت تحكم فيها. اليوم راه عندك انت تملك شيء، عندك تتحكم في جواري في لسان، تحكم في كذا، تتحكم، ما يمكنش اللسان ديالك اليوم ينطق ضدك، كاينش. ولكن يوم القيامة غادي تنقلب الأمور. ولذلك أيها الإخوة، هذه النعم اللي ذكرها الصورة، أن نجعل له عينين ولسان وشفتين، خصنا نضفوها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما اقتحام العقبة هذا غادي نتكلموا عليه في الدرس الجاي يوم الأحد إن شاء الله. يوم الأحد غادي هاد الدروس نردوها كما بعض الإخوان كانوا اقترحوا، نديروها نهار الحد، لأنه الإخوان قال لك الحد هو اللي يناسب كثير من الإخوان، فإذا غادي نبقاو نتلاقاو دائما يوم الأحد. إذا الصورة بدأت بالقسم بهذا البلد الأمين الذي هو مكة، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وهو بلد حرام، وكان أهل الجاهلية يعظمون هذا البلد مكة ويحرمونه ويعتبرونه حرما آمنا، ولكن العجب أنهم كانوا يستحلون فيه دم محمد صلى الله عليه وسلم. الحوايج الأخرين كلهم عندهم ففي مكة لا يقطعون شجرها ولا يعتدون، حتى الإنسان اللي قتل ولا شي حاجة وهرب البيت الحرام ما يتعداوش عليه، ما ينتقموش منه، كانوا يراعوا هذه الحرمة ديال مكة، إلا حرمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حاولوا قتله وعاملوا على إخراجه من مكة. فمحمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليست له الحرمة التي لغيره، ولكن حرمته عند الله مضمونة ومكفولة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد ومشقة وتعب. بعض العلماء كالإمام الرازي رحمه الله في التفسير قال لك هذه الكلمة الإنسان في كبد مشقة، يحتمل أن تكون المشقة المقصودة مشقة الدنيا، ويحتمل أن تكون المشقة المقصودة مشقة الآخرة. الدنيا فيها مشاق والآخرة فيها مشاق، ويحتمل أن يكون المراد بالكبد هنا والمشقة مشقة التكاليف. هذو ثلاثة كلها محتملة، التكاليف الدينية، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والصدقة إلى آخره، هذه التكاليف فيها مشاق ولا ما فيهاش؟ فيها مشاق. فالإنسان إذن على كل حال لا ينفك عن الكبد والمشاق والمتاعب. وقالوا إن الإنسان في كبد منذ أن يكون في رحم أمه هو في كبد، أرى بعد الإنسان في الرحم راه في كبد، كتكون عنده مشاكل في الرحيم، وقد يعاني ويكابد وهو في رحم أمه. فإذا ولد الإنسان، شوف إذا ولد يبدأ في المكابدة، هذاك الرضيع راه في كبد، في مشاق الرضاعة، مرة أمه مرة ترضعه، مرة ما تسمع فيه، مرة عندها الحليب مرة ما عندهاش، واللي ما عندهاش الحليب ما تلقاش ربما باش تشريه وتعوضوا بمسائل أخرى، لا تشبع جوعته لأن الرضيع يحتاج إلى طعام خاص. ثم يكابد الفطام ونبت الأسنان وهكذا، حتى
حتى يصل إلى الطفولة ويكابد وكذا، والشباب مكابدة، الرجولة لها مكابداتها، ويكابد الأمراض، يكابد المصائب والنوازل إلى غير ذلك. لا تخلو الدنيا من مكابدات، فالإنسان قد خلق في كباد. هذا اقرأ تقرير من الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة يعرفها الناس وقررها القرآن. أرى أنك يموت الإنسان، كيموت الإنسان ويوضع في قبره، القبر فيه مكابدة ولا ما فيش؟ فيه، هي المكابدة الكبرى، هذه هي المنزلة الأولى من منازل الآخرة، وهي الفاصل والفصل بين السعادة والشقاء. ها القبر فيه مكابدة، سؤال الملكين، ها إما روضة وإما حفرة، إذا كانت حفرة مكابدة، ومن بعد غادي يجي البعث، البعث والنشور والحساب والوزن والميزان والصراط، هذه كلها مكابدات الآخرة. وهكذا صدق الله العظيم إذ يقول لقد خلقنا الإنسان في كباد مستمر. إيوا زيد لها الكباد، المكابدة ديال 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 التكاليف الدينية والشرعية اللي شرنا لها، ديال العبادات وكذا وكذا، والمكابدات في العلاقات بين الناس، العلاقات اليومية كلها. ولذلك لما كان الإنسان في كبد مستمر منذ أن يكون في رحم أمه، ومنذ أن يولد ويشب ويكبر إلى آخره، ومنذ أن يوضع في قبره إلى آخره، مكابدات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة فيها مكابدات أكبر من مكابدات الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أحدهم يتحدث عن رجل مات فقال لقد مات فلان واستراح، اسمه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنما يستريح من غفر له، ثم عاد قول استراح. أما إلى مات راه يدخل في مكابدات من نوع آخر، الدنيا كان في مكابدات من نوع، فلما مات وانتقل إلى العالم الأخروي بدأ في مكابدات من نوع جديد، وربما كانت أعظم من مكابدات الدنيا، لأن مكابدات الدنيا قد تجد لها حلولا، وقد تجد من الناس من يؤانسك فيها ويخففها عنك، وربما عاونك وساعدك على إبعادها والتخلص منها. وأما مكابدات الآخرة يا عباد الله فتذكروا رحمكم الله أن مكابدات الآخرة لا يكون فيها معك أحد إلا أنت وعملك، تلقى به الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يساعدنا على تزكيتها وتربيتها وتهذيبها، حتى تخف مكابداتنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى ونلقاه على أحسن حال. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا لنسلك نجد الخير، كما شارت الآية هديناه النجدين، قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هما نجدان، نجد الخير ونجد الشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نكون دائما في نجد الخير، وأن نكون مع أهل نجد الخير، حتى نلقى الله مع أصحاب الميمنة. وما أدراك ما أصحاب الميمنة؟ أصحاب الميمنة لا يصلون إلى هذه الدرجة إلا إذا اقتحموا العقبة، وهذه العقبة هي هذه النفس التي تتعاون مع إبليس والدنيا والهوى. أربع من البلايا: إبليس والدنيا والنفس والهوى، هذه الأربع هي التي نسأل